على الرغم مما تمارسه كتائب الأسد من إجرام منقطع النظير، فإن الثورة السورية مستمرة. وها هي الثورة في معرة النعمان تظهر بصور شتى، معرض فني جمع فيه العديد من الأعمال الإبداعية لثوار معرة النعمان. تتنوع المعروضات، لوحات فنية تحكي قصة ثورة، ينبثق من بين ألوانها أمل ممزوج بآلام وجراح، وأعمال يدوية حيكت من دماء الشهداء ودموع الثكالى، بقايا أسلحة أثبتت فعاليتها لكن بتمزيق أجساد أطفالنا، لكنها لن تمزق حلما اقتربت ساعة تحقيقه. ومع استمرار الثورة، فالعبقرية السورية لا تزال خصبة في استنباط أسلحة سلمية لإسقاط نظام مدجج بالسلاح. الفنون هاي الجميلة دليل على أنه ثورة حضارية، ثورة نالت ثقافة، كان الفنانين لهم حصة كبيرة في الثورة، كل مين بدوره. ومن الرسائل التي يرسلها المعرض أن هناك شعبا يقتل بدم بارد أمام العالم المدعي للإنسانية، ومع ذلك فلسان حاله يقول مهما طال الظلم فسيزهر الربيع من دمائنا.